السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو المخصص لإصحاح التمرين رقم 34 من الدرس الأول اتصال دالة عددية. مضمون التمرين: بيّن أن المعادلة f لx تساوي 0 تقبل حلا وحيدا في المجال E، بحيث f لx معرفة ب x أس 2 ناقص x سينوس x ناقص كوسينوس x، و E المجال المفتوح بي على 4 بي على 2. من أجل هذا سنستعمل مبرهنة القيم الوسطية. الشرط الأول: التحقق من أن الدالة F متصلة. لدينا الدالتين المعرفتين ب x أس 2 وناقص x متصلتين على R، لأنهما دالتين حدوديتين، إذن فهما متصلتين على المجال المغلق ب على 4 ب على 2. كذلك الدالتين سينوس x وكوسينوس x دالتين اعتياديتين، إذن فهما متصلتين على R، وبالتالي فهما متصلتين على المجال المغلق ب على 4 ب على 2. إذن فالدالة المعرفة ب ناقص x سينوس x متصلة على المجال المغلق ب على 4 ب على 2 كجدا دالتين متصلتين. كذلك الدالة المعرفة ب ناقص كوسينوس x متصلة على المجال المغلق ب على 4 ب على 2 كجدا دالة متصلة وعدد حقيقي. ومنه فالدالة f المعرفة بهذا التعبير متصلة على المجال المغلق ب على 4 ب على 2 كمجموع دوال متصلة. الشرط الثاني هو التحقق من أن f ل a في f ل b أصغر قطعا من الصفر. من أجل هذا لدينا f ل b على 4 تساوي b على 4 الكل أس 2 ناقص b على 4 في سينوس b على 4 ناقص كوسينوس b على 4. سينوس b على 4 هو جذر مربع 2 على 2 ناقص كوسينوس b على 4 هو ناقص جذر مربع 2 على 2. من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة قمت بتغيير مكان ناقص جذر مربع 2 على 2، الجمع تبادلي في R. الهدف هو تحديد إشارة f b على 4. ولدينا ب على 4 الكل أس 2 تساوي ب أس 2 على 16. ثم نقوم بتوحيد المقام، المقام الموحد هو 16، هذا العدد يصبح ناقص 8 جذر مربع 2. من جهة أخرى نعلم أن ب أس 2 ناقص 8 جذر مربع 2 أصغر قطعا من الصفر، لأن ب أس 2 الكل أس 2 ناقص 8 جذر مربع 2 الكل أس 2 أصغر قطعا من الصفر. لماذا؟ لأن ب أس 2 الكل أس 2 تساوي ب أس 4 تقريبا 97.41، و 8 جذر مربع 2 الكل أس 2 تساوي 64 في 2 أي 128. 128 أكبر من 97.41، هذا يعني بأن 8 جذر مربع 8 أكبر من ب أس 2 لأنهما موجبين قطعا. أحتفظ بنفس الترتيب. إذن ب أس 2 ناقص 8 جذر مربع 2 أصغر قطعا من الصفر تستلزم بأن ب أس 2 ناقص 8 جذر مربع 2 الكل مقسوم على 16 أصغر قطعا من الصفر. هذا يستلزم بدوره بأن ب أس 2 ناقص 8 جذر مربع 2 الكل مقسوم على 16 ناقص ب على 4 في جذر مربع 2 مقسوم على 2 أصغر قطعا من الصفر. مجموع عددين سالبين هو عدد سالب. هذا يستلزم بأن f ل b على 4 أصغر قطعا من الصفر. كذلك لدينا f ل b على 2 تساوي b على 2 الكل أس 2 ناقص b على 2 في سينوس b على 2 ناقص كوسينوس b على 2. سينوس b على 2 يساوي 1، كوسينوس b على 2 يساوي 0، فنحصل على b على 2 الكل أس 2 ناقص b على 2. نعمل ب ب على 2 فنحصل على ب على 2 عامل لي ب على 2 ناقص 1. نوحد المقام داخل الأقواس فنجد ب ناقص 2 الكل مقسوم على 2. نعلم أن ب ناقص 2 أكبر قطعا من الصفر، هذا يستلزم بأن ب ناقص 2 الكل مقسوم على 2 أكبر قطعا من الصفر، يستلزم بدوره بأن ب على 2 عامل لي ب ناقص 2 الكل مقسوم على 2 أكبر قطعا من الصفر. كذلك هذا يستلزم بأن f ل b على 2 أكبر قطعا من الصفر.
وبالتالي حصلنا على f لب على 4 في f لب على 2 أصغر قطعا من الصفر. إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية فالمعادلة x أس 2 ناقص x سينوس x ناقص كوسينوس x تساوي صفر، تقبل على الأقل حلا في المجال المفتوح ب على 4 ب على 2. للبرهان على وحدانية الحل يجب البرهان على أن الدالة f رتيبة قطعا. إذن لنحدد رتابة الدالة f، لدينا الدالتين المعرفتين ب x أس 2 وناقص x قابلتان للاشتقاق على R لأنهما دالتين حدوديتين. إذن فهما قابلتان للاشتقاق على المجال المغلق ب على 4 ب على 2. كذلك الدالتين المعرفتين ب سينوس x وكوسينوس x قابلتين للاشتقاق على R، إذن فهما قابلتين للاشتقاق على المجال المغلق ب على 4 ب على 2. ومنه فالدالة المعرفة بناقص x سينوس x قابلة للاشتقاق على المجال المغلق ب على 4 ب على 2 كجداء دالتين قابلتين للاشتقاق. ثم الدالة المعرفة بناقص كوسينوس x قابلة للاشتقاق على المجال المغلق ب على 4 ب على 2 كجداء دالة قابلة للاشتقاق وعدد حقيقي. ومنه فالدالة f المعرفة بهذا التعبير قابلة للاشتقاق على المجال ب على 4 ب على 2 كمجموع دول قابلة للاشتقاق. ولدينا لكل x ينتمي إلى المجال المغلق ب على 4 ب على 2 مشتقة f هي مشتقة هذا التعبير. مشتقة x أس 2 هي 2x. هنا لحساب المشتقة سنستعمل الخاصية مشتقة f في j تساوي مشتقة f في j زائد f في مشتقة j، بحيث f هي ناقص x وj هي سينوس x. إذا نحصل على f بريم في j زائد f في j بريم. مشتقة كوسينوس x هي ناقص سينوس x مع ناقص تصبح زائد سينوس x. مشتقة ناقص x هي ناقص 1، إذا نحصل على ناقص سينوس x. مشتقة سينوس x هي كوسينوس x، ثم ناقص سينوس x زائد سينوس x متقابلان مجموعهما يساوي صفر، نجد 2x ناقص x في كوسينوس x. نعمل بالعامل المشترك x فنحصل على x عامل ل2 ناقص كوسينوس x، وبالتالي لكل x ينتمي إلى المجال المغلق ب على 4 ب على 2 مشتقة f تساوي x عامل ل2 ناقص كوسينوس x. بما أننا نشتغل على هذا المجال فx موجب قطعا، هذا يعني بأن إشارة f' لx على المجال ب على 4 ب على 2 هي إشارة 2 ناقص كوسينوس x. ونعلم أن لكل x ينتمي إلى هذا المجال كوسينوس x محصورة بين ناقص 1 و 1. هذا يعني بأن ناقص كوسينوس x محصورة بين ناقص 1 و 1. نضيف 2 الترتيب لن يتغير، فنجد 2 ناقص كوسينوس x محصورة بين 2 ناقص 1 و 2 زائد 1، أي 2 ناقص كوسينوس x محصورة بين 1 و 3. وهذا يعني بأن 2 ناقص كوسينوس x أكبر قطعا من الصفر، لأن 2 ناقص كوسينوس x أكبر من أو تساوي 1. هذا يعني بدوره بأن لكل x ينتمي إلى المجال ب على 4 ب على 2 f' لx أكبر قطعا من الصفر. ومنه نستنتج أن الدالة f تزايدية قطعا على المجال ب على 4 ب على 2. إذن حسب مبرهنة القيم الوسطية فالمعادلة f لx تساوي صفر، تقبل حلا واحدا في المجال المفتوح ب على 4 ب على 2. هذا يعني بأن المعادلة x أس 2 ناقص x سينوس x ناقص كوسينوس x تساوي صفر، تقبل حلا واحدا في المجال المفتوح ب على 4 ب على 2. في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.